أعزائي المشاهدين، واحنا النهاردة إن شاء الله في حلقة جديدة من الكريزي تاكسي، وزي ما انتم شايفين معايا طقم العساسين اللي ورايا، البلانيت القمامير دول كلهم في الكريزي تاكسي في حلقة درس خصوصي. اتفضل يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين يا فندم؟ في المهندسين. البطل أحمد. البطل أحمد عبد العزيز. إن شاء الله. هيا يا بنات. ايه؟ يا مستر. مركزين معايا؟ اه. كله مركز؟ اه. حافظين؟ اه. فاهمين؟ اه. اكلين؟ اه. شاربين؟ اه. نايمين؟ اه. ادب الطعام؟ مفيدة ونافعة. السلوك العام؟ مفيدة ونافعة. صلة الأرحام؟ مفيدة ونافعة. ادب الطعام؟ مفيدة ونافعة. صلة الأرحام؟ مفيدة ونافعة. السلوك العام؟ مفيدة ونافعة. السيرة؟ السيرة. السيرة. لحظة بس. عمر يا فندم. تاكسي ولا فصل مدرسة؟ مالك حضرتك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ لا 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 لا، دول بنيتي، بنيتي عندي في الفصل لازم يذاكروا عشان مستقبلهم. ايوه. طب ذنبي انا ايه حضرتك؟ لا حضرتك ما ينفعش وما يصحش. ما ينفعش، لان حضرتك لازم تفهم ان في حاجة اسمها تربية وتعليم. ايوه مش هنا حضرتك. لا، التعليم في اي مكان وفي اي حته. يا استاذ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا بشتغل ايه حضرتك؟ انا بشتغل سواق تاكسي بالنهار وبالليل مدرس، ومدرس خصوصي جوه التاكسي بتاعي. كمان في حاجه مضايقه حضرتك؟ مش مين يعني؟ لا حول ولا قوه. اه حضرتك حاقد بقى وهتبص لنا في الشغلانه. حضرتك لا لا لا، حضرتك بتبص لنا في الشغلانه. بتعبريني وتذاكري. حاضر يا مستر. ذاكري، ما تهزريش مع صاحباتك. ماشي؟ كل مكان. وانت يا دغرام، ثانيه واحده فانا عارفه لو عكستي حد من صحباتك اقسم بالله انت عارفه انا بعمل ايه. انزل ولا انزل فين حضرتك؟ انا هوصلك مشوارك وركوب التاكسي زي النزول منه ولا في ايه حضرتك؟ انت يا بت يا هدى، تعال. خمسه بخمسه بكام؟ 10. خمسه بخمسه بكام يا اختي؟ ايه ده؟ من خمسه بخمسه ب10؟ خمسه بتفتحيني قدام الركاب؟ خمسه تعالي. تعالي اقسم بالله تعالي. ها؟ حاضر. خمسه بخمسه 25. ماشي؟ بس مش عايز صوت. عم اديك الشوكليتة. دي الشوكليتة. دي الشوكليتة. دي الشوكليتة. يا مش شوكليتة بس. حضرتك اديها الشوكليتة يا عيد، ما تكسبنيش. ما تطلع الشوكليتة دي. خليك خليك مربي فاضي. أدب الطعام. مفيدة ونافعة. صلة الأرحام. مفيدة ونافعة. السلوك العام. مفيدة ونافعة. والسراع. السراع. 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 في طريقة جديدة في التعليم اسمها طريقة مهرجني أمهرجك. مش عايز كلام. مش عايز كلام، احنا مركزين، كله يعمل الهوم ورك بتاعه. أنا 10 دقايق وأقف فيكم في الريست بتاعنا المتعارف عليه، وهشوف الواجب كلنا عملناه ولا لأ. أوكي؟ عبقرينو. 6 في 6 بكام؟ 36. عبقرينو. دي مولودة على إيدي. بحبكم يا كلاب. انت دقرب. انت حابب. انا بحب. يا استاذ بص قدامك. انت هتموتني. انت راكب معايا تدمرني. انت بتشتتني، بتشتتلي عقلي. هسلمك. العلوم المعرفيه بتقول ان اي مطب يجي لك لازم رد فعلي يبقى موازي له في انت حضرتك. زينك موتني. لا لا لا، حضرتك بتبوظ. انا مش عارف. ادب الطعام. صلة الارحام. ادب الطعام. صلة الارحام. ايه السيرة؟ لا لا، السيرة بنجيبها من فوق. ايه السيرة؟ طب ايه السيرة؟ برافو برافو يا بنانين، برافو يا عمامير. حضرتك من فضلك محتاجين ان هم يعملوا تغيير استنجابي. يلا قول بصوت عالي. ادب الطعام. مفيدة ونافعة. صلة الارحام. مفيدة ونافعة. ادب الطعام. مفيدة ونافعة. صلة الارحام. والسلوك العام. مفيدة ونافعة. برافو عليكم علشان ظبطتوا اللحن. الحمد لله حفظه تمام. كل واحد فيكم النهارده ليه عندي بونبونايه. طب والشيكولاته؟ لا الشيكولاتة عند عم. انا عايزه مصاصه اهو. قول لعمه اهو. انا عايزه. يلا يلا خش على عمه. خش على عمه. خش على عمه. يلا يلا خش على عمه. يلا يلا خش على عمه. يلا بينا. لا كده غلط، كده غلط.
يلا وانتوا شغالين وانتوا شغالين اسد الطعام في الارحام طب طبعا عمو جامد اسد الطعام في الارحام طب انا اعمل ايه يعني انا اعمل ايه يعني ايه السر يعني مفيش حد يستحمل ده ابدا اللي انت بتعمله ده غلط انت محتاج الجاكيت يا عم انت اللي بتعمله ده عيب بقى سوق ولا سيد يلا ماشيين من هنا خد صلح الكشاكيل صلح الكشاكيل صلح الكشاكيل خد يا عم صلح الكشاكيل لا مالي يا عم كشاكيل بس ايه بس يا عم ايه السر روح يا اخي على ابو لا بس بقى اغلق ستوب ستوب انزل بقى اغلق ليك انزل بقى حضرتك كده انزل نزيح بقى الحلقه دي ولا ما نزيحهاش وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فين في المانيا ان شاء الله؟ مانيا الروضة باشا مانيا الروضة تحت امر حضرتك الله يبارك معلش بقى انت زي ما انت شايف الجو عشان امتحانات وكده فالبنات معايا النهارده في التاكسي بما ان يعني معاكم ما تعرفوش انا شغال النهار والله يعني مدرس بعد الظهر التاكسي دي ستوب كده يعني يلا يا بنانيت يلا يا مستر صلة الأرحام في دولتها السلوك العام في دولتها صلة الأرحام كده أنا مفضى جام الشغل حضرتك ومفضى ولا أنزل ولا إيه لا خلاص. طيب حضرتك بقى تمشي كده عاقل عشان خاطر إيه ما ينفعش طيب خلاص آخر مرة تاني لا ولا اخر مره الارحام في دولتها السلوك العام في دولتها والسيره السيره والسيره باشا باشا بتكلم عشان بكلمك عمو شكله مستفز وعايز يضايقنا عايز يعطل دراستنا وتعليمنا لوزك 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 انا هركز خلاص في الطريق حضرتك قول لهم يلا حضرتك اديهم الدرس يلا قول لهم السلوك العام يلا 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 السلوك العام قول لهم السلوك العام السلوك العام يلا باشا مش هينفع كده والله ايه اللي مش هينفع والله ما ينفع مالك حضرتك متضايقني انت فاضي مش عايزك تجد بقول لك يا باشا جاي من الشغل تعبان عايز اروح خلاص خلاص ما تضايقوش يا عم هيجيب لكم شكاليته ايوه شكاليته كنت شكاليته كنت شكاليته شكاليته لا 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 نزيع ولا منزيعش؟ لا نزيع باش نزيع؟ نزيع باش أسد الطعام في دولة تاكسي تفضلي 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 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معلش بقى يعني دي ربكة انتفاء من الامتحانات فالبنات معايا علشان احنا شغالين ربنا يشتغل انا شغال مدرس وشغال تكسكي عشان انا ظروف البلد مش عايز صوت مش عايز صوت خلاص الصوت يعلى ان صدع طنط تبقى مشكله تتضايق مننا تنزل ما تحاسبش طب وليه يلا بينا يلا السلوك العام في دولة عدد الطعام في دولة صلة الارحام في دولة صلة الارحام في دولتها السلوك العام في دولتها السلوك العام في دولتها هو السيرة هو السيرة ايه السيرة ايه السيرة بنت يا نانسي بنت نانسي ده درس ده يعني ولا ايه؟ ده درس خصوصي درس خصوصي؟ حضرتك كده في التاكسي؟ حضرتك كده في التاكسي مش فاهمة بنت ما تنمنويش على ظهر الطنط انت كنت راكز بقى دلوقتي ولا بتدرس لا حضرتك الاثنين مع بعض انا عندي اوبشن انا 2 جي 6 في 8 بكام؟ يا سلام ده بقى غششتي يا عبقرينو غششتي يا عبقرينو يا كلبه انا وانت غششتي يا كلبه ايه يا عم في انت لازم تذاكري وانت بنت انت ما كنتيش روتي تاكلي امبارح لا اله الا الله نسيتي نسيتي انت تنسي تاكلي تنسي تشربي تنسي تقعدي تهزري في الحصه انت بتعلمهم كده بقى ولا ايه بعلمهم طبعا ايه يا حبايبي انت بتتعلموا والله بتحبوا مستر مين ايوه يا كريم تموتوا في مستر مين
ادي بقى مين 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 ايوه السيرة ايوه السيرة يلا يا عم نزلني يا عم في انا نزلك مفيش حاجه لا حضرتك بتاخده كده يعني ولا ايه اه مبسوطين مبسوطين مع مستر كريم قد ايه قوي قوي مديهم بكام يعني؟ مديهم بكام؟ لا احنا بنخاف من الحسد كلنا مش بنقول، حد بيقول؟ لا حد يتكلم؟ عايزاك تدي بنتي لا بنت حضرتك هو انا اي حد ياخد عندي في درس؟ ده كل واحدة من دول تعمل لها انترفيو والله اه الأسرة كلها تيجي وأنا مش بختار أي حد أنت جايبهم دلوقتي من درسهم بتوديهم البيت ولا أنت بتديهم في المعهد؟ حضرتك رايحة فين؟ رايحة المهندسين ممكن تركزي في طريقك بقى؟ أنت اللي تركز مش أنا طب أنا هركز في الطريق حضرتك يلا اتفضلي اتفضلي اشرحي لهم اشرح لهم إيه؟ يلا يا بنات هتشرح لكم طن خمسة بكام؟ يلا يلا يا طن معرفش ايه ده حضرتك بتعلميهم غلط؟ بتعلميهم غلط؟ حضرتك بتعلميهم غلط حضرتك بتعلميهم كام؟ 10 ستة وستة عشرة؟ لا ستة وثلاثين شوفي بقى لا 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 حضرتك كده لوزك مفيدة ونافعة لا لا حضرتك بتدريشي غلط لا حضرتك كده يعني مش طبيعي حضرتك خلاص خدي الكشاكيل هاتوا كشاكيل يا بنات صلحي الكشاكيل صلحي الكشاكيل يلا مع الميس مع الميس تلا تلا ارحام السلوك العام السلوك العام السلوك العام لا 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 تعاملي تعاملي بجد بس عليها بس عليها لا 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 مفيش نزول حضرتك في جلسة لا 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 ثانية واحدة يا فندم ده جنان والله لا 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 حضرتك بس بلاش بيستك بيستك السلوك العام بس بس خلاص خلاص بس لحظة واحدة نزلي بقى حضرتك كده عشان انت حضرتك مش هتنزلي يا بنات نورتيني جورج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بناتك دول ولا ايه؟ دول زي بنات طبعا دول تلامذتي انت مدرس؟ اه شغال شغال تاكسي يا عم انت شاغل بالك ليه يا عم؟ يا عم شاغل بالك حضرتك رايح المعادي يا عم بسألك سؤال خلاص ماشي خلاص انا بسألك سؤال يلا بناميت يلا يا مس السلوك العام مفيدة ونافعة صلة الأرحام مفيدة ونافعة السلوك العام مفيدة ونافعة صلة الأرحام مفيدة ونافعة حضرتك انا بصك انت شاغل بالك ليه يا عم بص بس يا بنت انت واقف لا 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 اوعى بس اسكت بس يا بنت بس خلاص اسد الطعام مفيدة ونافعة السلوك العام مفيدة ونافعة صلة الأرحام مجنون صلة الأرحام مجنون هو السيرة بص قدامك ايه السيرة بس هو السيرة بس بس لا لا اوعى تمد ايدك على بنتي من البنات بص قدامك اوعى ابوك مطين بطين مطين ايه يا عم انت بص قدامك ايه بس يا بنت ما انت عيب بعد ما يصحش عمو 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 ما يصحش متى نانس 6 في 8 بكام؟ يا عم انت جاي تدرسهم هنا 48 يا عم بس غششتيها عبقرين وانت بص يا عم قدامك انت اللي غششتيها صح؟ ثانية واحدة عبقرية وغششتها لا اوعى تمد ايدك على البنات بس هتلاقي مسكوت انا بتحس سوبر ماركت هنا يا بنت بس بس ضاعبيهم ضاعبيهم بص قدامك مش عارف ايه طب طب ماشي مش هنفهم عيب انا مدرس عيب انا مدرس لا عيب كده عيب انا كنت كده قدام الناس ده تعليم ده اه ده اسمه التعليم ده تعليم ده اسمه تعليم التاكسي المملوك ايه التاكسي المملوك مملوك ايه يا عم بلا مملوك بلا سيف لاي حد بص يا عم قدامك بس خلينا نروح مشوار تعليم عام يا عم خلينا نروح مشوار مع سيدي بنار ابوك ما يعلم بالله ربنا النهارده ابويا بنات بنات بص واحده تتكلم السلوك العام ادب السلام لا لا انت بتضرب بس اوعى تمد ايدك عليهم بس بقول لك ايه بس خلاص ده تعليم ده تعليم ده ثواني هو نوتي برافو عليك ها قالت عليك نوتي ايه نوتي غرست ان انت نوتي لوزر 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 اعمل العباطه دي قولي له تاني لوزر 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 لا انت بتعرف بس اوعى بس يا لوزر يا نوتي مش عارف لوزر لا ايه يا لوزر ولا لا اقسم بالله بس عيب عيب ما يصح يا نوتي
يا نوتي يا الاقرع ناموس يا مستر يا مستر بس على جنب بس 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 لا 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 وقف العربيه طب وقف العربيه بس الناس بس طب وقف العربيه خلاص خلاص علمهم انت علمهم مش هعلمهم يا عم انا علمهم انا مش متعلم انا الكلام سلوك العام صله الارحام وش يا عم يا عم بس يا عم بس يا بنت اوعى تمد ايدك على البنات سيب الجلابيه انت عارف الجلابيه دي كمان رقم اللي مسكها تمام كم برافو عليك والبنات على شد يا بنت بس انت سعيدي نوتي سعيدي نوتي بس كده عيب سعيد احسن احسن ناس في العالم انا قلت سعيد فاهم ولا لا فاهم ولا لا انا لا انت ما ينفعش تبقى سعيد اساسا عيب عليك ما ينفعش انا بقول لك اهو اوعى تسيبني مفيش نزول بنات استنى يا عم بنات لا طب خلي بس 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 كسرت لي المرايه تصدق ان انت نوتي بجد زي ما قلت ايه ده اقول لك على حاجه بقى اقول لك بس انت انت نوتي انت نوتي ايه يا عم نوتي انت نوتي نوتي يعني انت بتكتب على النوته يعني انت نوتي ايوه ولا اي حاجه متبقى طبعا متر بس لا تتظبط تتظبط يلا السلوك العام هذا الطعام السلوك العام هذا الطعام بس تكتبيش نظرتك انا اعرفه مقامه انا اعرفه مقامه احنا عايزين نزيع الحلقه دي في رايك يا عم ايه دي تاكسي